إذن الآن الاتفاقية مازال ما وقعناهاش، ما عرفناش الإجراءات الجديدة، ورانا على اتصال مع الوزارة، اتصلنا مع الوزارة بمراسلة. كذلك شيء آخر لازم نعلمكم به، كنا عند اتفاقية مع الوزارة حول المنح المالية، الوزارة منحنا المالية، ما عندناش عناصر أخرى وما عندناش. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحابته ومن اتقى، أما بعد، معاشر المؤمنين المسلمين الصائمين القائمين بإذن الله تعالى، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بادئ البدء نشكر السيد المدير على هذه المبادرة الثمينة الطيبة، علاه؟ لأن هذه المبادرة قل من يتفكرها، لأنها تجمع بين العبادة والمعاملة. بين العبادة كما ذكر، انتهينا من رمضان، ورمضان يذكرنا بالمجاهدين نتاع الثورة تاعنا، لأن رسول الله جاهد في رمضان، وأكبر غزوة هي غزوة بدر في 17 من رمضان، وأكبر غزوة في فتح مكة المكرمة في 20 من رمضان. كذلك نتذكر رمضان لما فيه من الخيرات والتي نعلمها ويغيب عنا ما يغيب منها، كما ذكر رسول الله: لو تعلم أمتي ما في رمضان من الخير لتمنت أن يكون العام كله صدق رسول الله. هذه المبادرة اللي تذكرنا في رمضان وانتصارات رمضان للمسلمين وعلى رأسهم رسول الله، كذلك تذكرنا بثورتنا المباركة الطيبة والتي من خلالها حرر مجاهدون رقابنا وقيودنا وأرضنا من الاستعمار الذليل، الاستعمار الفرنسي. هذا اللقاء فيه عدة رسالات، مش رسالة فقط رمضان أو دخول هذا الفئة هذا المركز، وإنما في عدة رسائل. الرسالة الأولى هي رمضان، ونتمنى ربي يختم لنا بالقبول بإذن الله تعالى، بالرحمة والمغفرة والعفو من الله. ثانيا ذكرنا بثورتنا المباركة، لأن لما ننظر في مجاهد واش ننظر؟ ننظر في كل مجاهد اللي مات وكل شهداء. شوف رسول الله خلال حياته كان لما ينظر إلى مجاهد حضر في بدر يتذكر غزوة بدر، وحتى كان الذين حضروا بدر كان يسميهم رسول الله البدريون. كذلك مجاهد الثورة الجزائرية اللي ماتوا الله يرحمهم ويوسع عليهم ويكتب أسماءهم في سجل المجاهدين المخلصين، الشهداء اللي ماتوا يعني يكفي فيهم قول الله سبحانه وتعالى: أحياء مش أموات بل أحياء. أما الباقي من الأحياء وهم اللي ربي سبحانه وتعالى كتب لهم بعد الثورة البقاء، وشاهدوا الاستقلال وشاهدوا خيرات الجزائر، فيهم اللي راهم موجودين وفيهم اللي ماتوا بعد الاستقلال. هؤلاء المجاهدون اللي نشوفوا فيهم الثورة ونشوفوا فيهم الإخلاص ونشوفوا فيهم المبادئ ونشوفوا فيهم الرجولة ونشوفوا فيهم كذلك نخوة الإسلام ونخوة الحرية، هؤلاء المجاهدين اللي راكم تستقبلوا بهم الآن، كل ما قدمنا لهم من 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 العمل فيهم قليل، يكفي أنهم جابوا لنا الحرية. هؤلاء المجاهدين اللي في زمن مضى كان به يقول أنا مجاهد يعني يحشم واللي يخاف، علاه؟ لأن الاستعمار ترك ما ترك ضد الثورة وضد رجالات الثورة الأحرار. هؤلاء المجاهدين يا سي خليفة ويا سي المدير، يعني نطلب منكم طلب فقط، يعني تهلاو فيهم كأنهم والديكم اللي جابوكم، تهلاو فيهم قدر اللي تنجموا، رانا عارفين كلش وعارفين يعني ميزانية وما جورها، ولكن تهلاو فيهم قدر اللي تنجموا. يكفي أن هذه الدنيا كل يوم يروح لنا مجاهد، ولكن الرضا نتاعه ودعوته كي تقعد لنا لينا والبلاد راه فيها ما فيها من الخير. وعلى يعني هذه مبادرة طيبة، الحاجات والحجاج صلوا على رسول الله.
المجاهدين اللي ماتوا قول الله يرحمهم ان شاء الله. المجاهدين اللي ماتوا قول الله يرحمهم ان شاء الله. المجاهدين اللي راهم معنا هنا راه فيهم اللي مرضى قول الله يشافيهم. قول الله عز رضاهم تكونوا معنا ومع اولادنا ان شاء الله. بلادنا قول الله يرزقنا الامن. الله يرزقنا الاستقرار. الله يحفظ بلادنا ان شاء الله. الله يحفظ اولادنا ان شاء الله. الله يحفظ حدودنا ان شاء الله. وهذه مبادره يعني طيبه ومباركه وان شاء الله تكرر. وماذا بينا كذلك هذا اللقاء قلت فيه رسالات اقل شيء اننا تلاقينا معكم. رانا تلاقينا معكم وشفناكم وهذه اكبر شيء يعني افضل شيء اننا شفناكم وان شاء الله يعني الاقامه مباركه اقامه طيبه وان شاء الله تكون فيها راحه للابدان وراحه للارواح. راحه للابدان ان شاء الله تحموا وتريحوا من البرد كذا في الجنه مريم. وراحه للارواح راكم تنفسوا وسيدنا رسول الله وش يقول لك روق ساعة فساعة فإن القلب إذا كد كد الإنسان لا ينقى يعني زعف يروح الواحد ويدور جدا ولذلك حتى الإنسان لما يغضب وش قال رسول الله إذا كنت قائما فاجلس وإن كنت جالسا فاتكي علاه لأن حالة الغضب مع سيلان الدم مع دورات الدورة الدموية ولذلك الإنسان كي يغضب يبدل المكان يريح يعني كل الاباء تاع المجاهدين الموجودين معنا هنا نتمنى لكم اقامه طيبه وريحتم من ضجيج العائله ومن الجيران الجيران ومن القفات مجلس المدير وان شاء الله ترجعوا ان شاء الله يعني مريحين سالمين مغانمين محفوظين ان شاء الله. اعاذكم الله وفقكم الله ويعني جميع الطاقم تاع الاداره الموجود في هذا المركز ان شاء الله يعني يخدمكم خدمه يعني والديه والدين ان شاء الله ربي يوفقنا واياكم ربي يحفظنا واياكم يسترنا واياكم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين واستسمحكم ماشي نسرح من هي تصفيق وكذا مختار نروح نسول بيا لهنا ولا كورونا حشمي امين كحشمي ماشي دور شوف ولي شوي دريزو ولي معنا ولي دريزو ما عندي